الميليشيات لدينا في العراق كما تعلم دكتور انها يعني تمكنت وتجذرت ولديها مقرات ولديها نفوذ ولديها العديد من التفاصيل حتى على مستوى اختراق للاستخبارات، واكبر دليل على ذلك ما جرى من محاوله اغتيال للسيد مصطفى الكاظمي. واضح لديهم معلومات، يعرفون كل تحرك يجري لكل مسؤول موجود في العراق. هذه الميليشيات كيف ستكون رده فعلها في ظل هذه المعادلات التي نراها؟ هل تعتقد انهم في الفتره القادمه سيحاولون فعل شيء آخر، أمر آخر في المنطقة الخضراء، اقتحام للمنطقة الخضراء من أجل إيجاد سيناريو يشابه سيناريو ما جرى في اليمن، من أجل على الأقل البقاء وإجبار الآخرين على التفاوض معهم مثل ما حصل مع طالبان مثلا؟ لا، لن نقارن العراق باليمن، ولا يمكن العراق أن يكون بالشكل اليمني، مستحيل. اليمن، حروب اليمن طويلة ومعقدة، والتضاريس والشخصية اليمنية والحدود السعودية اليمنية وحروب مصر وغيرها في اليمن. اليمن حالته تختلف جذريا، وانقسام اليمني يختلف عن الحالة العراقية. اثنين، أنا ما أعتقد أنه يعني صوريا أو تلفزيونيا أو إعلاميا هذه الميليشيات قوية، لكنها في واقع الحال ليست بالقوة التي نعتقدها أو نتصورها. هي تمتلك سلاح محدود، رغم أنه سلاح كبير لكنه محدود ضمن جغرافيا محدودة، لا يمكن أن لا يمتلك الاستمرارية. اثنين، هي لا تمتلك عمق استراتيجي، هي مجموعات موظفين ومرتبات، وبالتالي أعتقد أنه القليلة، القلة القليلة هي التي تمتلك العقيدة أو تمتلك الإيمان في فكرة مثلا ولاية الفقيه. طبعا إذا انقطعت صلة ولاية الفقيه وبالتالي فسيهتز حتى الإيمان، وبالتالي هم قوة مؤثرة على الداخل العراقي، يعني تخيف الناس، تخيف مثلا المعارضين الذين يعني يحاولون أن ينتقدوا قوة معينة، ولكن ممكن أن يخيفوا مدنيين، ممكن أن يدفعوا للنزوح، لكن عمليا هم لا يستطيعون يعني أن يحكموا العراق، مستحيل، سابع المستحيلات، هذا الشيء لن يحصل، ولن يستطيعوا أن يأخذوا الحكومة. الشيء الإشكالية الحقيقية أنا أشوف أنه جسد العراقي جسد مشوه برأسين، رأس الدولة ورأس اللا دولة، ولا يمكن قطع رأس من الرأسين لأنه سيموت الجسد. ولذلك أرى أنه الإشكالية هو أن الحكومة تحتاج إلى إعادة صياغة نفسها، وإعادة صياغة الحكومة لنفسها بأنه ما تجامل الميليشيا، ما تجامل القوى المسلحة اللا دولة وتتحدث بنفس الوقت عن اللا دولة، من تلغي المجاملة، وهذا يحتاج إلى رجال دولة، ورجال الدولة يعني مو يعني يلبس قاب ورباط بس، وإنما يكون له صاحب قرار، والقرار هذا يكون حاسم باتخاذ مواقف لا تسمح للا مسلح أو المسلح الذي هو خارج نطاق الدولة بأن يكون له دور حقيقي أو فاعل، أو لا يجامل ويذهب إلى المجاملات السياسية بحجة أن هذه أطراف يعني غير مسلحة وكأنها جزء من الدولة. أعتقد أن هناك فرصتين، أحدهما ستكون هي الطريق العراقي المستقبلي. الفرصة الأولى، إحنا شفنا السيد مقتدى صدر قد أطلق خطاب لازم الكل يتمحص به، وهذا الخطاب بمضمون غريب وجديد ومثير أيضا، وهذا المضمون أنه هو تحدث تحديدا على قوى اللا دولة، وتحدث عن الخط الوطني بشكل واضح جدا، وهو كأنها فكرة جديدة بعد فوزه، خاصة أنه كان عبارة عن مشارك معارض في العملية السياسية. ثانيا، هو لم يكن جزء من مؤتمر لندن في كمعارض، وبالتالي هو طرف عراقي محلي اليوم انطلق بفوز وبخطاب جديد. وأعتقد أنه إذا يعني هو عنده فرصة أن يشكل حكومة وطنية، هاي الحكومة ممكن أن تلغي الجسد الذي يمتلك الرأسين وتشكل جسدا برأس دولة واحد. إذا مشى بهذا الطريق، طبعا التيار الصدري هو مهما يكون عنده تاريخ في بناء الدولة العراقية، يعني حسين الصدر كان رئيس مجلس الأعيان في زمن الملكية، يعني خلينا نكون
وهي مؤسسة لم تنشئ في إيران عسكريا في الحرب العراقية الإيرانية. فأكو عوامل أو فرص سياسيا لازم نسمعها ونتيحلها الفرصة. إذا سار بطريق تشكيل دولة قوية بعيدة عن الانتماءات الجانبية والولاءات الإقليمية وجاب كفاءات وجاب رئيس وزراء مثل ما قالوا، فهم راح ينجحون ربما في كسب تأييد مو ال 73 مقعد اللي فوزوهم، وإنما بنسبة 60% اللي ما شاركوا، وهذول قوة شعبية هائلة تسوي هاي ال 73 إلى 93 أو أكثر. أو إنه لا والله يعيد نفس المشكلة السابقة اللي هي تشكيل توافق وتجيب أنطيك مقعد وأنطيك أنت مقعد وبالتالي أنطيك وزارة، وبالتالي هو عبارة عن إعادة الماضي وتكرار الأخطاء الجسيمة. وهذا يعني أن 60% بالانتخابات اللي منها صوتا سيكون لها كلمة بتشرين جديدة في وقت آخر. ولذلك أنا أعتقد أن الطريق أولا هو انتخابي ديمقراطي، وهو الآن تشكيل حكومة وهي اللي تأخذ وتقتص من كل واحد لا دولة وكل واحد فاسد، وهذا ما يجب أن يقوموا به ليستمروا في فوزهم، لأن الفوز مو مرة واحدة، الفوز استمرارية. أو أنه تمر الأمور باتجاه انفجار معين محتمل، وهناك توقعات كثيرة بهذا الاتجاه، وهذا ممكن أن يكون من خلال يعني الدفاع الكثير من الجمهور باتجاه زيادة نسبة المعارضين والمقاطعين، وبالتالي قد لا نرى انتخابات قادمة بقدر ما نرى شيء من أنواع التغيير الشعبي في العراق. طيب الآن بعد محاولة اغتيال السيد الكاظمي الفاشلة بكل تأكيد، الآن واضح جدا بأن القضية مع إيران والمفاوضات النووية لم تعد القضية متعلقة فقط بأنه تعالوا نناقش قضية الميليشيات وتعالوا نناقش قضية الصواريخ البالستية، الآن بدأ يصبح هنالك ضغط كبير على قضية الطائرات المسيرة أن تكون هي جزءا من هذه النقاشات، بالتالي هذه ثلاثة أبواب الآن فتحت على إيران في طبيعة المفاوضات النووية. برأيك وخاصة عندما نتحدث عن المسيرات، وهذه صعب الواحد يعرف منين جت المسيرة من أي طرف بالضبط، ولكن دائما يقال بأن إيران هي مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الطائرات المسيرة، عن الكثير من الأحداث التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط على الأقل. برأيك سيدي الكريم، هل هنالك فائدة من قضية مناقشة قضية الطائرات المسيرة مع إيران؟ هل من الممكن أن يصل هذا إلى طريق؟ لا، لا أعتقد ذلك إطلاقا، رغم أنه هناك تخوفات إسرائيلية تحديدا من هذه المسيرات، وأيضا تخوفات سعودية لأنه المملكة العربية السعودية تضررت كثيرا من هذه المسيرات عندما ضربت أرامكو. أنا أعتقد أن إيران لن تستغني عن هذه الوسائل الصاروخية وأيضا يعني المسيرات، لأنها سلاح جديد للدول التي لا تمتلك تكنولوجيا حديثة أو لا تمتلك يعني تسليح حديث متطور جدا، وبالتالي هي البديل الحقيقي للإف 16 وللطائرات النفاذة السريعة الحديثة. اليوم يعني بهاي العشر سنوات الأخيرة السلاح تغير، الإف 16 صحيح طائرة مهمة وقادرة ومقتدرة، ولكن المسيرة أقوى من الإف 16 لأنها تستخدم كحروب عصابات، صعوبة مسكها، سهولة تصنيعها، رخص تصنيعها، تصنيع لا تحتاج مدارج، يمكن لا تضرب مدرج، يعني هي وسائل عسكرية تؤدي الغرض أكثر من طائرة الإف 16 المكلفة والتي تحتاج إلى مدرجات وتدريب طيارين ومتخصصين ومليارات الدولارات، وبالتالي هذا سلاح جديد. طبعا هذا مخيف ومرهب، يعني هسه مثلا الجيش الإسرائيلي جيش قوي بالتكنولوجيا الحديثة وبالطائرات تحديدا، هو قوة جوية هائلة، ولكن كيف يواجه المسيرات؟ لا يوجد وسيلة حقيقية يمكن أن تواجه المسيرات حتى وإن كان هناك قبة حديدية وغيرها. هذه عملية معقدة وتطور صعب جدا في المنطقة، وللأسف الشديد في ظل يعني نشوء قوى لا دولة، هذا الخطر لم يكن محسوب قبل. يعني عملية تفتيت الدول، مثلا العراق أصبح مفتت أكثر مما هو موحد،
ولكن لم يكن هناك بالحسبان أنه هناك قوى تنتج ميليشيات يمكن أن تمتلك هكذا نوع من السلاح، تضرب رئيس الوزراء وهي في محافظة أخرى. هذا ما كان محسوب. اليوم أصبح هذا فد عمل خطر جديد يواجه القوى الدولية اللاعبة في المنطقة. وبالتالي أنا أميل إلى أن القوى الدولية اليوم وفق المعطيات الجديدة ستبدي إنتاج خطط جديدة ربما ستغير أفكارها السابقة أو سياستها الخارجية مثلا لتجزئة المجزأة أو تجزئة الأطراف أو فدرلتها، لأنها تتخوف من أن هذه التجزئات ستشكل قوى مسلحة تمتلك هكذا سلاح بسيط رخيص لكنه مؤذي ومؤلم. وبالتالي من الأفضل أن هذه الدول تكون موحدة وبإدارة رئيسية تستطيع أن تسيطر على إمكانية امتلاك أي مجموعة صغيرة لهكذا أنواع من السلاح المؤذي جداً.